انضم الينا الاستاذ كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. تحياتي لحضرتك استاذ كمال. اهلا وسهلا. يعني شايف اجتماع الحكومه الاول بكره يا فندم، ايه ابرز الملفات وهيكون شكله ازاي؟ الحقيقه طبعا بكره اول اجتماع للحكومه او لمجلس الوزراء بعد طبعا التعديل الوزاري الاخير اللي شمل دخول 9 وزراء واربع نواب للوزراء. الحقيقه هذا الاجتماع كان فيه قبله اجتماعات تمهيديه مكثفه عقدها رئيس الوزراء مع جميع الوزراء الجدد ونوابهم الذين دخلوا تشكيل الحكومه، بحث معهم اهم الملفات وخاصه طبعا في المجالات المهمه، التعليم العالي، التموين، الزراعه وغيرها من طبعا المجالات المهمه. طبعا اجتماع غدا هيكون بلوره للاجتماعات اللي عملها رئيس الوزراء. طبعا الوزراء هيقدموا الملامح العامه، طبعا هم ما لحقوش لسه يعدوا خطط تفصيليه لوزاراتهم خلال الفتره المقبله، لكن هيعرضوا الملامح العامه اللي هيعملوا عليها في خلال الفتره المقبله واهم الخطوط واللي هيعملوا عليها. طبعا ده في اطار الخطه اللي قدمتها الحكومه من قبل مجلس النواب واللي اعتمدها مجلس النواب، وفي اطار استراتيجيه التنميه لمصر 2030. ولكن برضو احنا قدام يعني متغير جديد وهو خفض سعر الدولار امام الجنيه المصري، يعني هل الملف ده او النقطه دي ان شاء الله هتبقى على في الاجتماع ده بكره ان شاء الله؟ لان في طبعاً مطالبه يعني طبعا بخفض الاسعار. نعم طبعا موضوع الاسعار على فكره ملف دائم على اجتماعات مجلس الوزراء، طبعا موضوع الاسعار وضبط الاسواق وتوفير السلع باسعار مناسبه. زي ما حضرتك اشرت احنا امام متغير مهم وهو تراجع الدولار النسبي امام الجنيه خلال الايام الاخيره، بالتاكيد ده هينعكس على الاسعار. امبارح رئيس الوزراء قال ان هينعكس وياخد بعض الوقت طبعا عشان يظهر اثره في السوق، فعلينا الانتظار قليلا، لكن بالتاكيد هيكون في انعكاس. طبعا بالتاكيد مجلس الوزراء غدا هيناقش ازاي نستثمر هذا التراجع في تحقيق خفض حقيقي في الاسعار خلال الفتره المقبله. طبعا مع ذلك طبعا هيكون في رقابه على الاسواق، هيكون في يعني تقارير من الوزارات المختلفه حول كيفيه استثمار هذا الوضع في خفض الاسعار للمواطن المصري. طيب النهارده يعني رئيس الوزراء التقى بوزير السياحه ووزير الطيران، ايه السبب يا فندم؟ الحقيقه هذا اللقاء جاء في اطار ازاي تنفذ الحكومه قرارات المجلس الاعلى للسياحه. كان في اجتماع مهم عقد المجلس الاعلى للسياحه مؤخرا برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في عدد من القرارات الخاصه بتنشيط حركه السياحه، ازاي تكون في اجنده سياحيه للمناطق المهمه زي شرم الشيخ، زي الغردقه، زي الاقصر واسوان وغيرها، بتعد حاليا اجنده لهذه المناطق، ازاي نقدم الاحداث المهمه، ازاي نستثمر كل الامكانيات المتاحه في كل منطقه سياحيه في مصر. ايضا موضوع الطيران والسماوات المفتوحه وغيرها، كل دي اجراءات كان تحدث عنها الاجتماع اللي كان عقده السيد الرئيس مع المجلس الاعلى للسياحه. هذا الاجتماع اللي عقده رئيس الوزراء اليوم جاء طبعا في اطار المتابعه للاجراءات التنفيذيه اللي تاخذها الوزارتين في اطار تنفيذ تلك القرارات اللي بتهدف لتشجيع الحركه السياحيه وزياده دخل مصر من السياحه. طب بالنسبه لاجتماع رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس البرلمان الالماني. نعم، هو بالفعل النهارده استقبل رئيس الوزراء السيد يوهانس زينجهايمر، ده نائب رئيس البرلمان الالماني بيزور مصر حاليا. كان في طبعا عرض للتطورات السياسيه اللي بتحدث في مصر وايضا التطورات الاقتصاديه. رئيس الوزراء عرض المحاور الايجابيه والنقاط الايجابيه اللي اتحققت في الفترة الماضية، وأهمها طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي، خطوات الإصلاح السياسي، استكمال خارطة الطريق، انتخاب مجلس النواب، وبعد كده هذا المجلس أقر برنامج الحكومة. رئيس الوزراء عرض فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والإداري خطوات تحرير سعر الصرف، صياغة برنامج إعادة الهيكلة، الانتهاء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إصدار قانون الاستثمار اللي بيعطي حوافز كثيرة للاستثمار. رئيس الوزراء أشار أيضا إلى عدد من الإجراءات اللي تمت، منها إصدار قوانين ترميم الكنائس، منع الختان، الخدمة المدنية، القيمة المضافة، كل دي طبعا إجراءات إصلاح سياسي واقتصادي كبيرة تم اتخاذها. أيضا أشار لدخول 85
80 سيده في البرلمان، 5 وزيرات في الحكومه، اختيار اول سيده لاول مره في تاريخ مصر كمحافظ لاقليم كبير زي البحيره، كل دي اجراءات عرضها رئيس وزراء. كثير طبعا من الملفات والاجراءات الكثيره. شكرا للاستاذ كمال ريان.